الرابع من يناير اليوم العالمي للغة برايل، يوم أقرته منظمة الأمم المتحدة لتعزيز الوعي بأهمية هذه اللغة الخاصة بالمكفوفين وضعاف النظر في تشجيعهم على القراءة والكتابة وأيضا الانخراط في المجتمع. تتضمن هذه اللغة عرضا للرموز الأبجدية والرقمية باستخدام 6 نقاط يمكن تحسسها باللمس لتمثيل كل حرف وعدد، بما في ذلك رموز الموسيقى والرياضيات والعلوم أيضا. وقد سميت بلغة برايل تيمنا باسم مخترعها في القرن 19 الفرنسي لويس براي، الذي تعرض لإصابة في 3 من عمره فقد على أثرها بصره، مما شكل دافعا له فيما بعد لاختراع طريقة تساعد المكفوفين على القراءة والكتابة. وتساعد هذه الوسيلة المكفوفين في التعلم وأيضا التعبير عن الرأي والحصول على المعلومات والاطلاع على المنشورات المكتوبة. لكن أزمة كورونا بطبيعة الحال جاءت لتفرض تحديات إضافية على هؤلاء، وذلك بسبب عمليات الإغلاق. لعل أبرز هذه التحديات التي نتحدث عنها بأن حياة المكفوفين تعتمد بشكل أساسي على التقارب الجسدي لطلب المساعدة وأيضا اللمس، وذلك خلافا لإجراءات السلامة العامة، وهذا ما يعرضهم لزيادة في خطر الإصابة بالفيروس. بالإضافة إلى ذلك، فرض الوباء إجراءات صحية جديدة لم يكن معظمها متوفرا بلغة برايل والصيغ السماعية، ولسوء الحظ تبقى هذه الإرشادات غير موجودة بالعديد من الدول النامية. هذا ناهيك عن العزلة التي نتجت عن الأزمة وكان لها أثر على الصحة النفسية للمكفوفين مثل غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. تحديات كثيرة تتطلب مبادرات لتسهيل رعاية أصحاب الهمم أثناء جائحة كوفيد-19 ودعم أولياء أمورهم والعاملين معهم، وتوعية المجتمع بآليات الاستجابة الضرورية لتخفيف من معاناة هؤلاء.